طب انا عارف هم كانوا بيتمنوا لنا ايه؟ لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا ايه؟ الا خبالة. مش كده؟ وليعلمن الله الذين امنوا وليعلمن المنافقين. هو علمهم من قبل ما يتوجدهم هيحصل لهم ايه؟ انما فيه فرق بين علم مسبق على الحدث وعلم بعد ما يقع الحدث نفسه. لانه لو قال ما انا كنت اعمل فيهم كده لان عارف انهم فضلوا هيحصل منهم كده، يقولوا لا والله ما كان هيحصل منا حاجه، فيسيبهم لحد ما ايه؟ ما يحصل بالفعل. وقال الذين كفروا للذين امنوا، لون من الايذاء، اتبعوا سبيلنا، يعني شوفونا ما احنا ماشيين في ايه؟ دين ابائنا ودين اجدادنا وبنعبد الاصنام والاوثان، وانتوا هبل، ده احنا بنعبد الهه ملهاش مطالب منكم. بيعبد صنم، طب الصنم قال له افعل ايه ولا تفعل ايه؟ ولا حاجه على حريته. ده دين حلو، ده ايه الدين الحلو ده؟ دين نعبد واحد ما يكلفناش تكليف، وانا مالي بقى ومال اللي بيكلفني يقول لي اعمل كذا وما تعملش كذا؟ ده ما بيقوليش حاجه ابدا ابدا، ما بيقولش حاجه. طيب على الاول. وقال الذين كفروا للذين امنوا اتبعوا سبيلنا، ساعه ما يقول له اتبعوا سبيلنا عشان تشوفوا غباء الكافر. طب هيفرض انه اتبعوا سبيلك، امن هو بنفسه بان دي خطيئه، قال ايه؟ اتبعوا سبيلا ولنحمل خطاياكم. طب ما دام عرفت انهم هيعملوا خطايا يبقى ادلك على انه بيتكلم كلام بس كده، لنحمل خطاياكم. واحد يقول لك على الحكم مثلا يعمل دي وعليا انا اللي مسؤول عنها امام الله، طب تبقى تعمل لنا ايه يا اخوي؟ المسؤول عنها لما يجي ربنا يعاقبني يقول له لا احيلك، ما تعملش لك كده عشان خاطر، عشان كنت باشا في عندك، ولا قوي يقول له لا ما مكنكش من انك تعمل، ايه اللي تحمل خطاياه دي؟ يعملهم ولا على 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 مسؤوليتي؟ ايه اللي مسؤوليتك؟ مسؤوليتك تنفعني بايه هناك؟ وقال الذين كفروا للذين امنوا اتبعوا سبيلنا، يعني خذوا الحكم مني، وان كانت في خطايا احنا هن ايه؟ هنحملها عنكم، وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء انهم لكاذبون. وبيأكد لنا كذبهم في ايه؟ إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا وتقطعت بينهم الايه؟ وبقوا اعداء، ودول كانوا يقولوا يا اولاد الايه انتم اللي اضلتونا، ربنا ارنا اللذين اضلانا من الانس نجعلهما تحت اقدامنا. الله، يبقى اذا المودة اللي كانت بينكم وبين بعض انتهت، دي كانت مودة لانكم مجتمعين على ضلال وعايزين تبقوا ويا بعض. انما في الاخرة الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين. ساعة المتقي ما يشوف المتقي كده ولو كانوا اعداء في الدنيا يقول له يا شيخ انت عملت فيا جميل، ضربت على ايدي نهار ما عملت كذا، لا انت عملت فيا مش عارف، ويحب ودوك يقول له يا ابن الكلب انت اللي اغوتني وانت اللي مش عارف ايه وبتاع. الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض ايه؟ الا مين؟ الا المتقين. وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا، يعني ايه الطريق اللي احنا ماشيين فيه اللي هو بنعبد الاوثان وبنعبد الاصنام، لان المسألة دي مؤونة الدين خفيفة، لانهم لا تكليف لهم ولا هيقولوا لنا اعملوا اي حاجة ابدا، على كيف نعمل دي؟ ولنحمل خطاياكم، نقول لهم عرفت انهم خطايا؟ وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء، زي الغباء بتاعهم يقول ايه؟ اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمت. قال لا. طب إذا كان الحق من عندك كان الأصول تقول اهدينا له؟ قال لا. وهناك الآية الثانية يقول إيه؟ لا لا. طب لا تنفقوا على من عند رسول الله. طب يا أولاد الإيه ما دام أنتوا عرفتوا أن رسول الله بتمنعهم على أنهم ينفقوا ليه؟ بقول لك غباء، غباء في المواجهة حتى. نعم. وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء بل سيتدافعون، ودول يكره وده يقول فيه كذا انهم لايه؟ لكاذبون. مش بس كده، مش هيحملوا خطاياهم، ده انتوا هتاخدوا اوزار واوزارهم كمان على اوزارهم.
وليحملن أثقالهم. الأثقال اللي هي الأوزار اللي هيحملوها، هياخدوا وزر على وزر. يجي برضو المستشرق يقول لك يا أخي أنا بقول لا تزر وازرة وزر أخرى. هناك في آيات تانية يقول لك ليحملن أثقالا مع إيه؟ وليحملن أوزارا مع، وهو بيقول لا تزر وازرة وزر. يقول له برضو أنت ما أنتش فاهم، لأنه فرق بين وزر الضلال في ذاته ووزر الإضلال للغير. لو ضل هو كده كان يبقى وزر واحد، فاحنا ما عددناش، يبقى برضو لا تزر وازرة وزر إيه؟ وزر أخرى. ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم. يبقى الأثقال الأولى بتاعت إيه؟ ضلالهم هم، والأثقال الثانية اللي هي إيه؟ إضلالهم للغير. فيه فرق بين ثقل ضلال وثقل إيه؟ وثقل إضلال. وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. والافتراء تعمد الإيه؟ تعمد الكذب. وبعد ذلك بعد ما اتكلم عن المقدمات في عمومها أراد أن يتكلم عنها في خصوص الرسالات.